السلام عليكم، تحيه نضاليه جميع الاحرار. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، نتوما عائلتكم والناس اللي كتبغيو داك الشيء. اليوم الموضوع ديالنا وهو الفواكه والخضار اللي كتصدر الاسواق الاسبانيه. اذا المغرب يتصدر قائمه موردي في الفواكه الى الاسواق الاسبانيه، بمعنى المغرب راه ولا هو الاول تقريبا في القائمه من الدول اللي كيصدروا الفواكه. وانت جلس بلا ما خويا، هذا راه هو المخطط الاخضر اللي كانوا كيهضروا عليه. ملي كانوا كيقولوا المخطط الاخضر راه ماشي غيديروه لك حتى المغربي، راه داروه ليهم هما، لان ما كاينش شي حاجه كيديروها هما الشعب المغربي. اي حاجه كتشوفها داروها ولا بناوها ولا تطريق طريقيه الاخر الا دوزوها، تيق بيا راه عندهم مصلحه هما فيها بامتياز، هما الاولين غادي يستافدوا منها. وانت تتمشى عند الله وتاكل لافوكا وتاكل الفواكه وتاكل داك الشيء، فهمتي؟ لان انت ما كتبغيش دوي على حقك اخويا، وهذا النتيجه هي هذه. اذا كشفت بيانات حديثه نشرتها رابطه منتجي ومصدر الخضار والفواكه والزهور والنباتات الحيه في اسبانيا المعروفه باختصارا بفيبكس عن استمرار تصدر المغرب قائمه المصدرين الرئيسيين للفواكه والخضار الى السوق الاسباني. هادشي دابا اسبانيا انت غتسمع شنو كيتصدر ليها. ما هضرناش على دول اوروبيه، ما هضرناش على داكشي اللي كيمشي لافريقيا، حتى هو الكاميونات، فهمتي؟ حتى الا كانت شي خضره ما بغاوهاش مثلا في اوروبا ولا فيها لي بيستيسيد ودوك لي زانسكتيسيد يعني التسمم يعني مكثرين في لادوز كيرفوا ليها، عاد غادي تتم راجعه عندك انت يوكلوها لك انت كل الكونسير وكل الامراض وكل سميتو انت ماشي مشكل، انت رخيص اخويا المغربي، لانه ما كاين حتى شي يعني داك الجنات ديال لي كونسوماتور اللي كيمشيو يراقبوا، ما عندك لا مراقبه ما عندك حتى شي حاجه انت ما عليناش. وبحسب التقرير فقد استوردت مدريد من الرباط في يناير هداير جونفي اللي فات ياك الماضي 134 مليون دولار. تصور معايا دابا انت كل شهر بلوز او موان هذا هو لو شيفر اللي كيبيع المغرب، وماشي المغرب، لان المغرب هما دايرين دفع. انا كنسمع المغرب تقول الدوله، ما يا ريت تكون كانت الدوله يعني كتنفع من هذا الشيء، غادي نقولوا راه دولتنا راه كتنفع. لا، راه هما اللي كيتنفعوا كشركات خاصه، فهمتي؟ من غير الذهب والمعادن اللي حتى هي كلها شركات خاصه كيستافد منها الملك والعائله ديالو والحاشيه، بعض الحاشيه المقربين منهم يسابوا داك الشيء. اذا 134 مليون دولار هذه في شهر واحد، وشفت يا حنا نديروا لها 100 مليون دولار ضربها في العام، شوف اش حدين الفلوس، بزياده قدرت بحوالي 45% مقارنه بالشهر نفسه ديال 2023 ياك، يعني تقريبا نص مرات زادت 45% تقريبا نص في المئه ياك. ومن حيث الحجم بلغ ما استوردته اسبانيا من الخضر والفواكه المغربيه خلال الفتره ذاتها، يعني حنا ديما كنهضروا على شهر جونفي، اكثر من 57000 طن بزياده قدرت بحوالي 31% مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي، نقلا على موقع هيسبريس الاخباري المغربي. باش ما يقولش لك شي واحد حتى كتمشي لجوجل كتبقى تجيب لينا ديك، ها هما كيعترفوا هما بفمهم هيسبريس راه كتعرفوا شكون. وهذا الارتيكل انا كنقرا من العربي، دابا نخلي لكم كلشي باش فهمتيني، باش نتوما تدخلوا لجوجل ما بقاش تدخل ليها انا، وكأن جوجل كتدخل ليها انا ما كيدخلوش ما عليناش والله الا مشكلة. بحال فاش درت لهم داك الفيديو ديال زيت العود رخيص حنا وداك الشيء، تا راه كاين شي وحده كيقول لك لا هذاك راه ماشي زيت، هذاك راه في قرعه ديال الميكا، هو راه ماشي في ميكا بجاج، وهذاك الزيت راه خايبه. والله خويا لا احسن من هذيك اللي كتاكل انت في المغرب. بعد الطاليان راه كيتفنوا في الزيت،
راه ما كيجيش نشري زيت العود، راه خصو يعرف شحال فيها ديال لي طو داسيديتي، شحال الحموضه، شحال ديال بزاف ديال لي كاركتيرستيك، وكيعرفوا يخدموا الزيت وكينقيوها وكيمشيو يقطفوها في واحد الوقيته الزيتون وداكشي، وكيحيدوا منه داك الخماج لان ديك الريحه انت ديالك، هما راه كيطيبوا كيتحرك انت راه روميه، وهي راه ماشي روميه، راه زيت بلدي هذيك لحقه وطريقه مصاوبه. هاد الناس اللي كيعرفوا كيجي المغربي اخويا اللي هو ما كيقول لك لا داكشي كله ماشي هو هذاك. وشنو انت شنو عندك انت من زيت مزيانه كتصدرها معروفة؟ انا واحد الزيت واحد النهار جبت لهم والله خويا جبت لهم الزيت ديال واعر هاد المغرب، ملي كنت كنمشي للمغرب هادي 15 عام تذاقوها، قالوا لي هادي راه ما، وانا بالنسبه لي راني راه ما عرفت شنو نجيب، هادشي هادي راه طاحنينها حنانيت يعني طاحنين، كانوا طاحنوها نسابي وعطاوني منها. وبالنسبه للمغرب راها واحد الزيت اللي هي ما عرفهاش شنو، ومني جات لهنا للطاليان ما تذاقوهاش شويه قال لك. وفعلا من بعد عاد فهمت بان الزيت كيخصو يتخدم كيخصو يكون كيخصو وخا طيب بيه، ترى عندهم زيت العود هنا السي كيقليو به وما كيديرش الريحه، فيش الريحه هادشي، ما هادشي هادشي غادي يعرفوه الدراري ديال الطاليان اللي هما كيمشيو يبحثوا في هاد المسائل. وي وبين قوسين تحيه لخويا جواد والخوت اللي قال لك عتقتينا حتى شويه ما عتقتينا، ما عرفتش فاش قلت لي فاش غتخطك اخويا هنايا قال لي راه انت هناك غتمشي نتزوج في المغرب غادي نكحلها، تصدقت قال لي راه ماشي غير انا، راه واحد العدد كثير ديال الدراري والله الا باغيين يشكروك هنا في هذه المنطقه فين جيت نسكن، قال لي راه ما عارفينك هنايا، هما يجوا يقلبوا عليك فين ما كنت. ما عليناش هذا تا هو موضوع اخر، خليوه نرجعوا للموضوع ديالنا الاساسي. فيما بلغ مجموع المشتريات الاسبانيه من دول خارج الاتحاد الاوروبي اكثر من 164 الف طن خلال يناير، دائما حنا كنهضروا على يناير الماضي، مقابل 180 الف طن استوردتها من الدول الاعضاء في التكتل الاوروبي، واستوردت اسبانيا في المجموع اكثر من 345 الف طن دائما يناير، يعني كنهضروا على جونفي الماضي، بزيادة قدرت ب 11% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023. وبينت الأرقام ذاتها أن إسبانيا استوردت في عاوتاني يناير الكانون المنصرم، يعني الكانون الثاني المنصرم، 261 مليون دولار من الخضر والفواكه من دول خارج الاتحاد الأوروبي، فيما بلغت قيمة مشترياتها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 129 مليون يورو. وسجلت إسبانيا خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 26% مقارنة بالأرقام المسجلة في يناير من السنة الماضية. ورصدت فيبكس استمرار تصدر فرنسا قائمة المصدرين الرئيسيين للخضر والفواكه إلى السوق الإسبانية من داخل الاتحاد الاوروبي، حيث صدرت باريس اكثر من 110 اطنان من المنتجات الفلاحيه بزياده قدرها 11%، حيث بلغت قيمه الواردات من فرنسا حوالي 50 مليون يورو بزياده قدرها 15%. وكانت رابطه منتجي ومصدري الخضر والفواكه اللي هي دائما فيبكس قد أفادت في وقت سابق أن واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات بلغت إلى حدود شهر نوفمبر الماضي أكثر من 4 مليار الأورو، قادمة في معظمها من دول ثالثة على رأسها المغرب الذي استوحد على أكثر من 20% من إجمالي مشتريات إسبانيا، بمعنى ديك 4 مليار الأورو 20% ديالها إلا فرقنا على 5 20% ديالها داها المغرب. وملي كنقولو المغرب راه ماشي المغرب كدولة، ماشي المغرب كشعب، راه داها محمد السادس والعائلة ديالو الشركات ديالهم ديال الفلاح، لأنهم هما الفلاحين الأولين في المغرب،
الصودية أو السوجيطة أو فهمتيني. حتى فاش كيقول لك لا راه زعما عفاو الفلاحة من الضرائب وداك الشيء، حتى الفلاحة شنو عندهم مساكن؟ واحد عنده جوج كنطارات ولا ثلاثة كنطارات راه ما كيوكلوش، راه هما عفاو على ريوسهم من الضرائب ومن كل شيء، شي كل شيء كيمشي ليهم ديريكت، يخرج حطوه على برا ولا يحطوه فين ما بغاو، بحال كاع واش كيدخل المغرب كفلوس كعملة. وكشف المصدر ذاته عن تصدر المغرب كذلك قائمة الدول المصدرة للفواكه والخضار طازجة إلى الاتحاد الأوروبي. يعني راه المغرب ما كيصدرش الصبا مليون، يعني هذيك 145 مليون ديال الأورو راه في شهر واحد لصبانيا. عاد كاين دول أخرى كيصدر ليها، وعاد كيف قلنا إفريقيا حتى هي كيمشي ليها. حيث استوردت الدول الأعضاء في هذا التكتل إلى حدود سبتمبر أيلول الماضي قرابة 14 مليار أورو من المنتجات الزراعية. استحوذت المملكة لوحدها على 1.8 مليار يورو. أبدي أبدي أبدي. أفلوسكم أخويا المغربي، أفلوسك فين كتمشي؟ وانت ما باغي دير والو، ما غتهضرش على حقك، ولا قالوا لك شي حاجه تقول لهم تمشي عند الله. وهذا هو المخطط الاخضر، والناس راه جالسه بلا ما عندها ما تشرب في مراكش وسميتو، بل حتى السحور وصلت لمراكش على حسب ما كيعاودوا لي بعض الاصدقاء. علاش؟ لان الدوله ما عندهاش رؤيه ولا ما عندهاش يعني إرادة أنها تحارب التصحر، بينما في واحد العدد ديال الدول وبراكين غرسوهم هنا في الطاليان، براكين كيديروا الحفاري وكيغرسوا العنب ونغرسوا بعض أنواع ديال الأشجار اللي كت والله، وكيجي المنتوج مزيان فهمتيني. الصحراء الناس اللي هما ناس، والصين داك النهار جالس كنهضر مع واحد الشينوي لقيته فرحان بوحديه، قلت ليه مالك اخويا فرحان؟ قال لي الصحراء راه حنا ساليناها، عرفت انا عندهم واحد الصحراء قد شنو هي، قال لك بناوها غرسوها ولات خضراء. حتى في افريقيا، الدول الافريقيه راه نايضه كتحارب التصحر وكتحارب، لان هبط عليهم الصحراء هبطت لتحت يعني الغابه الاستوائيه، وفي نفس الوقت راه كيطلع حتى الفوق التصحر. ايوا المغاربه مساكن، حتى دوك الواحات اللي كانوا ما بقاوش، ديك القطره ديال الماء اللي شاطت على المناجم وعلى المعادن باش تستخرج، هما داوها لافوكا وداوها الفواكه ديالهم ولا السار ديالهم، وخلوك انت كتسقي بالبوديزات وبالحمير وتمشي تسافر باش تجيب الماء. وما هما راه كاين المخطط الاخضر ديالهم، هو راه ناجح بالنسبه ليهم هما فهمتي. هو العقاره داخله كتدخل ومزيان، هادشي هما اللي اصلا باغينو وهادشي اللي داروه، ولكن كيضحكوا على البلداء الهبال من العياشه اللي كيسمع مثلا المخطط الاخضر كي حنا راه غادي المخطط الاخضر هاك اي حاجه كيخرجوا يدوي فيها الملك ولا شي حاجه كيهلوا ليها، وهي راه ما غادي تستفد منها حتى شي حاجه انت، تا بالعكس غادي يغليو عليك في الخضرة وغادي يغليو عليك في كل شيء. حتى الا شاطت شي خضرة كيف قلنا من الخارج ما بغاوهاش، فيها ماروك هادي كاع اللي فيها ماروك، تيت كيت الفرار مشات ورجعات، لما غيبيع غيبيع لك انت ديك الساعة تاكلها. مع العلم ان البخومي شوا راه كيمشي لبرا كيتصدر اوروبا، دوزيام شوا كيهبط لافريقيا وداك الشيء حتى هو كيتصدر، وانت داكشي اللي كيشيط ديال التروازيام شوا كيبيعوه لك بالثمن اللي فهمتيني باهظ، وثمن لان هما اللي دايرين ما بغاو. وانت اخويا جلس كتسنى صافي، تتمشي عند الله ملي يقولك الناس نوض تهضر على حقك، وسير خرج لهم حتى شي تخريجه ديال
ما نعرف بغيناها إسلامية ولا بغينا الشريعة ولا الشرعية ولا حتى انا كنقول كادو نوض تدوي على حقك. الحياة غالية عليك، الموضوع غالي عليك، كل شيء غالي عليك. تحياتي لكم الخوت، وإلى الفيديو المقبل. شكرا.